السلام عليكم أخواتي إخواني، مرحبا بكم عندي. جيت اليوم فيديو جديد، من ينال إعجابكم يلقاكم على خير إن شاء الله يا رب. الوصفة تاعت اليوم هي البيستيك معمر. هاد الوصفة تتوجد هنا في النطالي. الوصفة تحتاج واحد ربعة تاع البيستيكات. أنا هنا عندي على حسب نتوما على حسب الأفراد، راهما عندي هنا رقاق، نتوما كان عندكم شوية غلط من هادو أحسن. عندي واحد ثلاثة تاع البيضات اللي مسلوقين وملحناهم شويش، وشويه الفرماج. وهنا الوصفه تحتاج الفيمي، الا كان عندكم احسن، انا ما عنديش. وغادي نرافقو بشويه تاع الخضار. الخضار اللي عندي هنا خيزو وشويه تاع اللوبيا وواحد المعلقه تاع زيت الزيتون. اول حاجه غادي ناخدو هاد الخضره، غادي نعملوها في هاد الطنجره تاع الضغط. بسم الله، ما غادي نعملو فيها لا ماء لا والو. انا قطعتهم على شكل طولي، نتوما على الشكل اللي تتشوفوا. تقدروا نتوما تقطعوا على شكل دائري ولا الشكل اللي بغيتوا نتوما. هنا نسيت ما قلتش لكم، راه هنا في هذه الخضره عملت شويه الملح، وغادي نزيد هذه اللوبيا. غنزيد عليها واحد المعلقه تاع زيت الزيتون، ما تكونش عامره بزاف. بهذه الطريقه غادي نسدو عليه طنجره الضغط، وغنعملو فوق النار مهيله بزاف بزاف، وغنحسبو ليه 6 دقائق، ما تفوتش 6 دقائق. ومره مره غادي نحركو الطنجره تاع الضغط بلا ما نعملو فيه لا ما لا والو، راه تجي لذيذه بزاف. غير مره مره طلعو عليه، ماشي طلعو عليه، حركو زعما نحركو بيدينا بلا ما نحلو ليه، بلا ما نحلو عليه، غير النار تكون مهيله بزاف. هنا اللحم ديال البيستيك غادي نسموه باوراق ازير. هنا الوصفه تحتاج الفلفل الاسود، انا ما قلتش لكم في الاول اللي هنا خصكم نتوما بالنسبه لكم عملوا الفلفل الاسود، نسيت ما قلتش لكم قبل، انا ما درتوش ما تنديروش. كيما قلت لكم البيستيك هنا ديالي راه رقيق بزاف، نتوما الا كان عندكم مغلظ منه احسن. غادي نستفو عليه الفرماج على هذا الشكل، ومن فوق البيض المسلوق. انا عملته هذا الشكل بطريقتي، نتوما الشكل اللي بغيتو بطريقتكم. وغادا نسدو على هاد على هاد الطريقه. هنا هاد الوصفه تحتاج كما قلت لكم في الاول الفيمي. نتوما كان عندكم فيمي عملوه داخل، ما كانش عملوه بطريقتي، ولا زيدوا عليه اي حاجه بغيتو. هنا غادا نسدوه بستيكات من الجوانب باش نحاول باش ما يخرجش لينا الفرماج، وتيبقى هذاك التعمر تبقى لينا كله مجموع. صافي حنا سالينا هادي هاد البلاصه. وغادي نسموه من الفوق باوراق تاع ازير اي روزمارين. تتجي على هذا الشكل اللي تتشوفوا، ها هو. غادا ناخذ البيستيك الاخر وغادا نعمرو بنفس الطريقه. غادا ناخذ هذا الفرماج وغادا نعملو فوق، ومن بعد البيض، ونزيدو بيض اخر. البيض راه فيه شويه الملح ماشي بزاف، حيت انا عندي هذا الفرماج شويه مالح على داك الشيء، ما نتوما تعملوا شويه الملح للبيض. ايوا دابا غادا صافي نسدو بالبيستيك الثاني على هذه الطريقه. ايوا غنجمعوهم من الجوانب بستيكات. وخدينا هنا يا المقله ديالنا، عملنا فيها شويه تاع زيت الزيتون، غير شويه ماشي بزاف، غير شويه شويه. ونعملو اوراق ديال الازير اي روزمارينو، وغنعملو من فوق على هذا الشكل.
تيبانش لكم بزاف هنايا، غادا ناخذ الاوراق دائما لتحت، حيت اوراق ديال ازياء تنعملهم تب باش يعطيو واحد منسم للحم، ومن الفوق كذلك. ثم اي منسم بغيتو تعملوه عملوه. انا كما قلت لكم قبل، هذه الوصفه تحتاج فلفل اسود، انا ما عملتوش، غنزيد شويه الملح من الفوق وغنعملو هنا فوق النار مهيله بزاف مره مره. غادا نحركو حتى يتوجد لينا في اسرع وقت. قلبناه، دابا غنقلبو حتى الاخرى ها هي على هذا الشكل مع هذاك ازير اللي تنخليه لتحت يعطي هذاك النسمه ديالته في اللحم، وتعطيه مذاق رائع ولذيذ بزاف. مره مره غادا نبقى نضغط عليه على هذا الشكل اللي تتشوفوا كيفاش تندير، ماشي بزاف، ما تضغطوش عليه بزاف بزاف، غير شويه باش خدا ليا هاد لا فورم ديالو اللي تتشوفوه على الشكل نتوما. وغادا نضغط عليه بشويه بالفرشاه من الجوانب فين كاينين هذوك ستيكات باش يوصل ليا طياب اللحم على هاد الشكل. نتوما عارفين البيستيك ما تيشدش الطياب على هاد الشكل. ودابا غادا نقلبهم، ضغطت عليهم الباقي هاد البلاصه شويه تيبان لي احمر بزاف، غنقلبهم دائما نفس الطريقه. غير الجنب، ماشي في البلاصه اللي مديفورميا. دابا غادا نقلبوها، صافي راه بدات تطيب لينا، تتشوفوها بقى ليا من هاد من الجانب الاسفل، غنشدها بهكا باش تطيب ليا حيت يبان ليا كان باقي شويه اخضر احمر بحال هذاك الشكل احمر. صافي نقلبو حتى هادي، صافي دابا راه وجدت لينا هاد الوحده، صافي راه طابت، غنحيدوها هالشكل. نقربو لكم تشوفوا تيجي على هاد الشكل، غنكملو على هاد البلاصه باقي ليا خضره شويه. فهاد الفتره راني طفيت على طنجره الضغط وحركتها، راه صافي باقي فيها ما لصقتش ليا. هو الخضار حيدتهم من طنجره الضغط، تتشوفوا على هاد الشكل تتجي داك الماء ديال الخضار، تيبان لكم هنايا هو فين تيبان شويش، تيجي لذيذ وبنين بزاف. نتمنى تجربوا بهذه الطريقه. غنزيدوا عليه شويه تاع المعدنوس، بغيتو تزيدوا ليه تنسموه حتى بالكامل نسموه، انا درت لي غير المعدنوس. الطبق انا استفتو في الطبق النهائي، تيجي على هذا الشكل، تيجي طبق رائع ولذيذ بزاف. اللون ديال الخضار تتجي لون لامع ولذيذ بزاف. البيستيك المعمر تيجي على هذا الشكل اللي تتشوفوا، طبق سهل للتحضير، تيتوجد في اسرع وقت ولذيذ بزاف ويستحق التجربه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو تاع اليوم، ومرحبا بتعليقاتكم، وتنشكركم على التعاليق الزوينين اللي تيوصلوني، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وبتفعيل الجرس بالنسبه للناس اللي اول مره تيزوروا قناتي. وشكرا على المتابعه، وغنقطع لكم هذا البيستيك المعمر باش تشوفوه من الداخل ديالو. تيجي على هذا الشكل اللي تتشوفوا، انا راه ما حيتش اليوم ستيكات تيتقدم في الاطباق، وديك الساعه الواحد يحيدهم ماشي مشكل. وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.